مع القرآن ترتيل وذكر به الأرواح تصفو كالغمام به الأرواح تصفو كالغمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. أخرجه الترمذي. مع القرآن ترتيل وذكر به الأرواح تصفو كالغمام به الأرواح تصفو كالغمام مع القرآن.